وايضا ضيفتنا اليوم مميزه شروق العبايد شي عضو مجلس النواب العراقي. مساء الخير عليك ست. مساء الخير ست. مساء الخير نورتي يا ست شروق. بخير وجودكم وانتم بخير وان شاء الله دائما هاي الابتسامه الشبابيه والروح الحلوه دائما مستمره بهاي المواضيع الجميله جدا. اهلا وسهلا بك ست شروق. ست يعني احنا دائما نفرح كمجتمع مدني من نشوف امراه مدنيه قائده في السلك السياسي، وهذا الشيء من ضمن الصعوبات اللي كانت في ازمان قديمه. اليوم شنو منصب المراه بالسياسه؟ هل هي فعاله ام هي مجرد دميه او مجرد اداه موجوده داخل البرلمان العراقي؟ مدى صلاحيه المراه في هذا البرلمان؟ اولا احنا يعني يوم العالمي للمراه اللي هو مناسبه كل العالم يتذكرها باشكال مختلفه، واحنا بالعراق يعني ايضا يجب ان نوجه تحيه الى نساء الارض والى المراه العراقيه خاصه، مو تحيزا للمراه العراقيه وانما خصوصا في هذا الظرف في هذا اليوم. اذا نشوف اوضاع المراه العراقيه لا تسر، يعني عندنا سبايا، صوروا في القرن 21 عندنا سبايا، يعني هذه اللي كنا نقراها بالتاريخ. عندنا طبعا مئات الاف النازحات بظروف لا انسانيه، عندنا أميات، عندنا مختطفات، عندنا أسيرات التخلف والجهل والعادات البالية، هذول أيضا ضحايا. يعني عندنا الكثير مما فعلا يحز بالنفس أنه المرأة العراقية اللي كانت نموذج ونموذج طليعي عن نساء المنطقة، يعني هذا معروف عالميا، معروف تاريخيا، معروف بشكل واضح أنه المرأة العراقية متعلمة، متفوقة، مشاركة في صنع الحضارة مالتها. يعني حتى حضارتنا ما كانت تخلو من نساء، من سميرميس إلى أشتار، إلى في كل شيء المرأة العراقية حاضرة. والآن إحنا بالقرن 21 شوية نحس أنه المرأة العراقية مو فقط همشت وإنما يعني كرامتها ليست كاملة. أنا أيضا كامرأة أنا بالبرلمان العراقي، لكن لما يكون هناك نساء عراقيات أحس مختطفات أو مسبيات أو ضحايا الجهل والتخلف، أنا أحس كرامتي تنهان يعني أيضا. فبالنسبة إلى البرلمان العراقي، نرجع للبرلمان العراقي، طبعا لولا الكوتا التي ثبتت بالدستور لا ما كنا شفنا هذا العدد من النساء. سبب أنه العقلية الذكورية للأسف طاغية بشكل كبير على المجتمع العراقي. أنا أحب أقول القضية هي ليست يعني نساء مقابل رجال، يعني كأنما معسكرين. بالعكس إحنا لما نتحدث حتى عن المراحل اللي نهض بها المجتمع العراقي وكانت المرأة يعني جزء فاعل من عنده، وعندنا نساء بارزات كل المجالات، كان الرجل العراقي هو اللي يدعمها، سواء كان أب، سواء كان أخ، سواء كان زوج، وأيضا مو في مناطق محصورة بالمدن. يعني أنا أعرفه من حتى بالأربعينات وبالخمسينات كانوا شيوخ العشائر يرسلون بناتهم إلى المدارس، إلى الكليات، حتى إلى خارج العراق للتعليم. ست شروق، هذا اللي ساعد أنه المجتمع كان مجتمع. إيش قد عددكم الموجودين كنساء بالبرلمان العراقي؟ يعني كنا نشوف 82 اليوم تلعبون دوركم كدور مرأة أساسي في البرلمان. والله هي القضية أنه إحنا بصراحة لم نعطي الكوتا اللي هي خلت هذا العدد موجود بالبرلمان، لم نعطيها استحقاقها. بس قليلين اللي مسلط الضوء عليهم، اللي يطلعون نشوفهم بشاشات التلفزيون او نشوفهم بلقاءات، يعني 82 عدد لا عدد كبير. بس ايضا انا قلت لك العقليه الذكوريه سائده بالمجتمع، هي موجوده داخل مجلس النواب بشكل مركز اكثر من يمكن من مجالات اخرى. يعني شو هناك تهميش للمراه، يعني انتم شفتوا وفد رسمي عراقي بنساء؟ يعني نادرا ما اشوف انه لا، يمكن يعني عذرا يعني ما اريد اعتبرها انه هي نقطه سلبيه تجاه عضوات مجلس النواب العراقي. يمكن حتى ال 82 اللي ذكرتيهم، يمكن هم ال 82 ما يحملون نفس الثقافه تجاه المراه. يمكن هنالك بعض عضوات مجلس النواب يؤمن بان الرجال لابد هم اللي يكونون لهم الدور القياده، وبالتالي 82 اكيد هم مو متفقين على هاي النقطه. هاي نقطه ايضا جديره بالذكر، لانه فعلا احنا من ثقافات ومن ال 82 يؤمنون ان الرجال لازم هم اللي يقودون. يعني يعني هاي شويه صعب نحددها، لانه احنا معروف معظم النساء او معظم الكتل السياسيه اللي بالبرلمان هي من الاحزاب الاسلاميه، وهذا هؤلاء النسوه ايضا يعني زميلاتنا من هؤلاء الاحزاب، فبالتاكيد هي من ضمن الايديولوجيه او الافكار السائده السياسية اللي موجوده ضمن الحزب والتكتل. يعني ضمن هذا احنا بس بصراحه يعني مثلا ما صار موقف محدد انه شفنا نساء البرلمان هم بالضد من قضيه تمس مصلحه المراه العراقي. يعني حاليا حتى في الدورة السابقة إذا تذكرون لما انطرح
قانون الأحوال الشخصية الجعفري اللي كان يعني فعلا صدمة، يعني صدمة حضارية وإنسانية وكل شيء. ما شفنا نساء البرلمانيات سندوب بتلك الطريقة، يعني ما عدا حالات نادرة يعني أو فردية جدا. فبالشكل العام أنا أعتقد أنه النساء بالبرلمان العراقي هم يحملون قضايا المرأة العراقية ويريدون يعني يبرزوها ويدافعون عنها، لكن لحد الآن ما متبلور الآليات الصحيحة حتى نقدر إحنا نجمع طيب. هذه الجهود ونبرمجها إلى عمل. أستاذ شروق، من خلال كلامك ومن خلال الوضعية اللي إحنا بيها نعرف إنه هو التطور حاصل ببلدنا، ومن مثل ما ذكرتي قبل قليل قلتي دور المرأة مهمش وموجودة كرامتها ما أخذتها بالشيء المطلق على أخير حباي مثل ما نقول، لكن وين السبب إنه إحنا اليوم نشوف نساء بالبرلمان، نساء بكذا مكان، نساء أساميهم عالية، الخلل وين؟ يعني الخلل إذا إحنا شوف ظروف العراق اللي مر بيها كظروف موضوعية، كظروف يعني كل المجتمع العراقي تعرض لها، الحروب، الحصار، الدكتاتورية، لما تضعف البنية الداخلية للمجتمع فالحلقة الأبرز اللي يقع عليها التراكمات هي المرأة. شوفين إذا يعني خلنا نتذكر لما نصير حالات انفلات أمني، رأساً الآباء قاعدون بناتهم من المدرسة ما تروح خوفاً عليهم باسم الخوف، ما يعني هذا أيضاً ظلم، يعني ظلم مضاعف. أو مثلاً ما يطلعون للحياة العامة أو بسبب أنه الخوف من التداعيات. الطالبات البنات الصغار تفرق عن ما أنه نائبة بالبرلمان أو فد اسم عالي أو فد منصب عالي، هاي تفرق. أكيد أنا دا أتحدث عن المجتمع ككل، يعني يهمني المجتمع. البرلمان إحنا طبعاً انعكاس للمجتمع وانعكاس لتمثيله، وأكيد عليه مهام ومسؤوليات، ونساء الموجودات بالبرلمان أيضا عليهم مسؤولية كبيرة. أنا ما أبرر، ما يعني أقول إنه إحنا فعلا مأدين اللي علينا، لا بشكل عام إحنا نرغب وتصير دائما حوارات وخلي نسوي شيء للمرأة العراقية، خلي إحنا كنساء نكون فوق هذه الاستقطابات الطائفية والسياسية، أكو شيء مشترك هاي متفقين عليه، لكن ما عندنا الآلية اللي تخلينا نحول هذا الكلام الى فعل، الى تنفيذ. انت جبتيها عدله، يعني احنا نقترح نبادر لكن تنفيذ ماكو، لكن ما يسمعونا اصحاب القرار اللي بيديهم القرار. وانا اوجه عدم شديد الى السياسيين العراقيين، تريديهم يسمعوكم كنساء لو كاعضاء في مجلس النواب العراقي الاثنين، يعني احنا زميلات وزملاء في مجلس النواب، مكانتنا يعني كمسؤوليه واحده. ايضا احنا لما نقول من اكثر من توجه، يعني مو محسوبين فقط على كتله معينه او على حزب معين او طائفه معينه، لما نكون عديد من النساء من مختلف الكتل ويكون لدينا موقف، المفروض الطرف الاخر ياخذه بنظر الاعتبار، ياخذه بالجديه، يهتم بي وياخذه بالجديه مثل ما ياخذ بالجديه الشريك السياسي لما يساوم على قضيه معينه. احنا ما عندنا قضايا نساوم عليها، احنا عندنا قضايا للمجتمع ككل، ما عندنا اعطيني واخذك او هاي شغل لك وهاي حصتك وهاي حصتي. طيب يعني هذه المشكله الكبيره اللي صراحه يعني تقهر وتخجل بنفس الوقت، تخجلنا من احنا نشوف انه اكو بين السياسيين مساومه مثل ما ذكرتي حضرتك ست شروق. احنا دائما نحب نبين كل الجوانب الحلوه اللي موجوده بالمراه، ندخل حتى الحياه الشخصيه، نذكر بما انه اليوم عيد المراه، نحب انه ندخل بكل شيء يخص المراه، اذا كانت فنانه، اذا كانت سياسيه، اذا كانت شخصيه حلوه بارزه في مجال الفن. واليوم حسام حط لنا شيء حلو عن فنانة. نعم يا وسن، فنانه طبعا معلومه جدا مهمه، كانت انطلاقتها من بغداد تحديدا مع الملحن الكبير الراحل رضا علي بأغنية تكفيني دمع العين، من بعدها انطلقت من سوريا ومصر فايزة أحمد، فنانة عربية لها بصمة كبيرة في الوسط الفني العربي. من المعلومات اللي جمعتها عن فايزة أحمد، رغم أنه صغر، المشكلة إحنا بفنانين العراقيين والمشكلة ما مسلط الضوء عليهم صحيح. مثل ما يسلط الضوء على فائزة أحمد صحيح. المطربات الباقيات، عندنا أسماء مهمة، عندنا أسماء صراحة نفتخر بهم كفنانين عراقيين، عفيفة اسكندر، سليمة مراد، هذه الأسماء المهمة صح اللي بس بالعلم أنه إحنا اليوم يجوز عندنا أصوات حلوة بس يجون انتقائهم للأغاني محلو
الجو العام. هذا الشيء الوحيد يجوز اللي يخلي الأسامي الموجودة عندنا البارزة أسامي ما يحضرنا كثير. ليش؟ لأنه اختيارهم للأغاني مميز. مو بس في العراق شباب، ترى حتى بالوطن العربي حتى بالغرب ترى كل هالتفاصيل تغيرت. يعني حتى عندنا بالوطن العربي اليوم من زمن عبد الحليم وغيره ما غيره، ممكن اليوم صعوبة هذا الشيء يتكرر نادرا بأصوات ممكن معينة بس، لكن تلقي باختيار أو اختيارين صح، لكن الباقي تلقيه كله خطأ. يا شباب خلينا نرجع مرة ثانية لسة شروق، أنت يمكن شاركتينا حتى بتقاريرنا الحلوة، هذا الشيء حلو من عندك. اليوم أنت تمثلين المجتمع العراقي، تمثلين المواطنين العراقيين في البرلمان وفي منصبك اللي أنت شاغلته. خلينا نتكلم بصورة خاصة عن المرأة وعن الطفل. اليوم شنو اللي قدمتوا أنتوا كنساء في البرلمان؟ شنو الصوت اللي أنتوا رفعتوه للمرأة العراقية؟ يعني إذا تحديداً اليوم إحنا بشكل عام قلنا أنه اليوم يعني ما نقدر نحتفل به مثل ما كنا نأمل كل سنة نسوي يعني احتفال للتذكير بقضية المرأة، أنه هي مو فقط يوم وإنما أكو قضايا للمرأة علينا العمل عليها بشكل متواصل. اليوم إحنا تحديداً كان وفد برلماني برئاسة الدكتور سليم الجبوري في احتفالية جامعة بغداد كلية التربية بنات وكلية التربية العلوم بنات برعاية رئيس الجامعة، كان الحديث عن وضع المرأة العراقية الآن. أنا يعني مو كون إنه رئيس البرلمان بس فعلا المحاور اللي طرحها، أولا إنه واقع المرأة تم تشخيصها بشكل صحيح، يعني إنه واقع سيء مثل ما ذكرنا بالبداية. النزوح، السجن، الأسبي، الأسر، كل هذه المشاكل، الجهل، التخلف، العقلية الذكورية، التقاليد البالية. عذرا ست شروق، لو هاي الأشياء اللي ذكرتيها ما موجودة اللي هي السبي والنازحين والتهجير وغيرها، كان شنو واقع المرأة أفضل؟ لا إحنا لا، وإحنا قلنا بالعكس، هذا يأكد لما كنا في كل مناسبة نقول يجب أنه ننهض بواقع المرأة، يجب أنه نخلصها من كذا وكذا وكذا. أولاً التعليم، يعني الآن نسبة الأمية بين النساء العراقيات عالية خصوصاً بالمناطق الريفية، هاي كارثة، كارثة حقيقية. لما كنا ننبه ونقول يجب النهوض بواقع المرأة، لأنه كان قوة المرأة بالمجتمع كانت تقوي المجتمع نفسه، كان ما تخلي بهذه الهشاشة أمام مثل هذول العصابات الإجرامية اللي اجتي واستباحت كل شيء. يعني المعادلة مو متحيزة، بس هذه تجارب عالمية، يعني أصبح معيار عالمي. شقد ما أنت عندك دور المرأة في أي مجتمع متطور ومدعوم وواضح، شقد ما المجتمع نفسه قوي. ماكو مجتمع بالعالم نساء مغيبات وهو مجتمع سليم، مستحيل. طيب يعني اليوم الأدوار اللي أنت ماخذيها، المناصب اللي ماخذيها بالوزارات، مناصب حيوية مثل وزيرة الصحة، وزيرة المرأة، اليوم نريد دور المرأة يكون فعال في وزارات مهمة. فرحنا من سمعنا أمينة بغداد بالضبط، أشياء تنفيذية. نعم. اليوم دا شوف هذا مغيبة صح؟ صحيح، علما أنه المرأة العراقية أثبتت جدارة في هذه المناصب التنفيذية، يعني حتى على مستويات يعني وكيلات وزيرات أو مديرات عامات أو حتى يعني بالحياة العامة. شوف الأداء المرأة العراقية بنوع عالي من المسؤولية، بنوع عالي من الجدية، بنكران ذات، بنكران ذات. إحنا للأسف بسبب أيضا الظروف اللي مر بها المجتمع، هناك صراع على أي امتياز ولو كان صغير. هذا الصراع ما يخلي مجال للقدرات وللمؤهلات الحقيقية أنه تبرز، لأن يصير صراع على فقط الامتيازات، وطبعا تستخدم الأساليب اللي هي عمليا غير مشروعة. لكن المرأة بالعموم، أنا ما أقول النساء قاطبة يعني، بس بالعموم إذا سوينا فد مسح ميداني أو فد جرد أو استبيان أو حالات معينة، نشوف الأغلبية من النساء، وأنا هاي شفتها حتى في يعني وزارات تنفيذية مهمة، النساء يقدمون الكثير لكن خلي أستخدم هذا التعبير يستنكفون عن الدخول بمنافسات على قضايا امتيازات. شوفهم ما موجودين بالإفادات، ما موجودين من يصير ترشيح لمناصب عليا، عدد المدراء العامين بكل وزارة قليل جدا. أقل يعني. نتمنى يا شباب إنه وضع المرأة يكون للأفضل. إحنا بإيدينا لازم نخلي هذا الشيء، إحنا مو بس نبقى نتمنى ونسوي، لا لازم إحنا بإرادتنا بقوتنا بعزيمتنا بجهدنا لا حفظ الله على أحد، يعني صحيح. يكون إحنا ثابتين وجودنا في هذا المجتمع. ست شروق عضو مجلس النواب العراقي، شكرا لحضورك اليوم. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم بخير، وان شاء الله دائما هاي الروح الشبابيه الحلوه هي اللي تسلم. المرأة لازم تكون بكل مكان حلو،
لازم تروح وتسافر وتكون سعيدة، ولازم زوجها يدللها وأخوها يدللها والمجتمع يدلل، يعني هي نصف المجتمع وتكمل النصف الثاني. مروة اليوم ما راح تودينا أنا ياش بس والدكتور سيدي ايش نعم واليوم عيد المرأة أنا أخذكم حماية خاصة تودونا يعني المفروض صدق حسن المفروض تودونا يلا سيشان وسولة راح أوديكم الجزيرة، لكن هاي الجزيرة هي مقاطعة من مقاطعات أندونيسيا. هاي الجزيرة بها تكوين صخري